من ضمن الأسئلة، لو أنا خريج كلية تجارة شعبة إدارة أعمال وعاوز أكمل في مجال التمويل، إيه اللي المفروض أخده سواء كورسات أو دبلومات، وإيه أفضل الأماكن والمسمى الوظيفي بيكون إيه في مجال التمويل؟ مجال التمويل من المجالات الكبيرة جدا والواسعة. لو أنت خريج كلية تجارة أدخل المجال الأول، لأنه مجالات كتيرة جدا جدا جدا. شوف الناس اللي ممكن إنها تشتغل فيها الأول، سيبك بقى من الكورسات والدورات والحاجات دي كلها، ولا دبلومات هتعمل ولا أي حاجة. الشغل العملي هو اللي بيعمل فرق في المجالات اللي زي دي، زي مجالات الاستثمار يعني تشتغل وتدعمها بعد كده بدبلومات او دراسات او اي مكان، او تاخد شهادات، ولكن الاهم انك تنزل شغل في المجال ده. فانك تجد شغل في المجال ده هو المهم. المسمى الوظيفي بيختلف على حسب الوظيفه بتاعتك. يعني التمويل ده مقصود بايه؟ هل هو الاستثمار مثلا؟ ما هو ده نوع من انواع التمويل، لانك بتمول عن طريق الاستثمار، ولا تمويل من عائد على الاصول. يعني تفاصيل كتير قوي 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 بلاش تدخل فيها دي. لما تيجي تدخل شغلانه، تدخل المجال، حبيت ابدا ادخل فيها، لكن بلاش تدخل في فكره التمويل زي ما الناس تقول لك انا عاوز اشتغل في المحاسبه. طب حضرتك المحاسبه دي فيها حاجات كتيره جدا جدا، وهكذا التمويل، وهكذا الاداره. مفيش حد بيقول لك انا هشتغل اداره. طب ايه الاداره؟ في حاجات كتير، اتش ار، ماركتنج. فادخل الاول سوق العمل وجرب، وان شاء الله ربنا يكتب لك كل خير وربنا يوفقك.